بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهاردة إن شاء الله معانا أوكتافيا اي 7 بورسعيد ورجالتها. أنا بحب بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف مع بعض، نتفرج عملنا إيه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية لسه زيرو. بسم الله ما شاء الله. عملنا طقم الكراسي أسود خيط أحمر. بسم الله كده أوضح. اللي ما عملناش الارضيه وطقم الدوسات 3 دي ده جاي فيها الخيط اللي في النص بتاع التريزر في النص اسود، وطبعا المجدع الكونسول اتعمل. نفتح بقى نتفرج مع بعض نشوف التقسيم. كل التقسيم ده يدوي. الفرش الاصلي راكب تحتيه، ما فشلناهوش. هتشيل ده في اي وقت هتلاقي الاصلي سليم، مش متقطع مش متخرم. بنأكد على النقطة دي في كل فيديو لأن النقطة دي مهمة جدا. كل التقسيم اللي في المقعد واللي في المسند واللي في الدار كل ده يدوي. نفتح ورا برضه نتفرج مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عارفين بقى الشغل، حتى الفتحات الكرسي الأطفال أو الشيلد سيت أو الكيدز تشير أو أيا كان اسمه، كل حاجة على وضعها. الفرش ده تقول نازل فيها ما تقولش معمول. بورسعيد بلد البالة، كلها رجالة، كل الناس على دماغنا والله. بورسعيد بالذات انا بعز بورسعيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس محترمين، كل الناس محترمين بصراحة. الشغل قدام حضراتكم، لو في اي ملحوظة يا ريت تقولولنا عليها. كل التقسيم ده لو برضو بعيد، وباكد على النقطه دي عشان مهمه جدا. شيل الفرش ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحتيه، لا متقطع ولا متخرم ولا في اي حاجه خالص. تعال